السلام عليكم ورحمة الله. هذه شقة دوبلكس في مجمع توانا منطقة بناير للإيجار السنوي. هذا مدخل الشقة مباشرة عند دواليب المنزل، في الأمام مباشرة صالون كبير. طبعا الشقة مكونة من 5 غرف وصالون و4 دورات مياه. الشقة فيها غرفتين ماستر، واحدة في الطابق الأول واحدة في الطابق الثاني. هذه إطلالة الصالون، إطلالة ما شاء الله مباشرة على مدينة بورصة وعلى جبل أولوداغ. في عندي بلكونة كبيرة لها مدخل من الصالة، كذلك من المطبخ. لها إطلالة مميزة على جبل أولوداغ ما شاء الله. إطلالة مفتوحة ما هي مكشوفة نهائيا، في حديقة أسفل المجمع مباشرة. بعد الصالون يجينا المطبخ. مطبخ مساحته كبيرة جدا ما شاء الله، كامل التجهيزات متوفرة، له باب على البلكونة. البراد موجودة والثلاجة، كذلك الفرن، الميكروويف، بعض الأجهزة الكهربائية، غلاية، صانعة القهوة إلى آخره. في عندك الطباخ مع الشفاط وجلاية. مطبخ ما شاء الله كبير وواسع. أمام المطبخ في الحمام للضيوف أو الحمام الأول، حمام كبير كامل طبعا. غسالة الملابس موجودة في هذا المكان. الطابق الأول في عنده غرفتين نوم، هذه الغرفة الأولى. طبعا الشقة بالكامل مكيفة، غرف النوم مع الصالون. هذه غرفة النوم الأولى، لها كذلك باب على البلكونة الكبيرة، بالإضافة إلى نافذة على الإطلالة الجانبية. الغرف واسعة ما شاء الله. في عندنا غرفة نوم رئيسية فيها حمام ماستر ولها بلكونة خاصة. ميزة الإطلالات خصوصية تامة، يعني ما هي مكشوفة نهائيا. هذه البلكونة خاصة بغرفة النوم الرئيسية. الغرفة هذه تصلح لكبار السن بحكم أنها طبعا موجودة في الطابق الأول، مع حمام ماستر كامل، مغسلة مع كرسي ودش. الطابق العلوي فيه 3 غرف نوم، نستعرضها سوا إن شاء الله. هذا الطابق العلوي فيه مباشرة حمام كبير يخدم غرفتين النوم. تشتغل ما شاء الله جيد جدا. هذه الغرفة الأولى، غرفة ما شاء الله كبيرة جدا حتى تكفي أكثر من سريرين. الغرفة هذه لها بلكونة خاصة. طبعا جميع الغرف مع الصالون مكيفة بالكامل. غرفة النوم الثانية كذلك أكبر من الأولى. لها نفس إطلالة الصالون. في عندي هنا مدخل علوي للشقة، يعني الشقة لها مدخلين في الدور الأول والدور الثاني، فيها مداخل. هذه غرفة النوم الرئيسية، غرفة واسعة ما شاء الله.
عندي في المكان هذا تخزين أو غرفة ملابس ممكن تستخدم، بالإضافة إلى كذلك بلكونة خاصة بغرفة النوم الرئيسية، إطلالتها روعة على بورصة. هذا الحمام الرئيسي، عفوا حمام غرفة النوم الرئيسية، كذلك حمام كامل، دوش مع كرسي ومغسلة. طبعا الشقة في مجمع توانا طابق 5 6، خدمات المجمع ما شاء الله سكيورتي 24 ساعة، بالإضافة إلى مواقف سيارات داخلية، نادي ومسبح، سوبر ماركتات متوفرة بكثرة أسفل المجمع، في كذلك مطاعم قريب جدا من الأوتلت، والمجمع اللي فيه آيكيا. حياكم الله جميعاً.